السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نوجهوا زعما باش نقولوا الناس هادو تاع خاصة تيك توك تاع مين كان يتبع في التيك توك تاع الركسة طاب 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 دخلت عنده باللي الجزائر بعد كوب دافريك ما تبقاوش تنخلعوا، وهذه حرب نفسية من عند الأفارقة دائما وين يطبقوها بعضهم بعض، يطبقوها على الجزائر، يطبقوها يعني دائما، وين هذه حرب إعلامية حرب نفسية على المنتخب الوطني الجزائري. ما تبقاوش تنخلعوا، ما تبقاوش تشدوا قلوبكم ولا تطيحوا تتغاشوا ويطلعوكم السبيطار والأكسجين مكاش والسيروم مكاش، حرزوا روحكم يا ما تبقاوش تنخلعوا. وين تصريحات نارية من رئيس الاتحاد البوركينابي وقال بأن الجزائر تفوز في ملعبها بسبب سوء الأرضية، ومنتخبنا متواضع عندما يلعب في ملعب آخر ورأيت ورأيتم عندما لعبوا معنا كنا نستطيع أن نفوز عليهم بالثلاثية لولا الحظ. الملاعب الجزائرية خطيرة على لاعبينا الذين ينشطون في الفرق أوروبية. قال لهم أعد جمهورنا أننا سنفرحهم ولما لا ابتكاك ورقة تأهل للحدث العالمي. نقول لك اقعد متمني، اقعد توعد، اقعد توعد، معليش وعد الأنصار تاعك، من حقك توعد الأنصار تاعك. يعني في البليدة ب 18,000 مناصر غادي تحس باللي راك في ماراكانا. رايح الماراكانا ولا مشي رايح؟ مشي رايح الماراكانا، مشي سامع ماراكانا، سامع ماراكانا ولا ماشي سامع؟ كوب دي مود تاع ريو دي جانيرو فرجتها ولا ما شفتش الانصار تاعنا؟ شفتهم ولا ما شفتهمش؟ على هذيك اليوم نقولوا لك يا رئيس البوركينا فاسو، رئيس الاتحاديه تاع بوركينا فاسو، راك تعوم في كيما نقولوا حنايا، راك تعمر في كسكاس، راك تعمر الماء في كسكاس. دروك نعطيكم عليه، خاطش كاع نتايا رئيس الاتحاديه تاع بوركينا فاسو لي استفاديت اموال، ديت 300,000 اورو من عند لقجة في طو باش ما تصنعش السطات تاعك، وزاد لقجة معاكم خسر 1,000,000 اورو، خاطش على كنتو دايرين باللي الجزائر نتوما اللي غادي تطيحوها. يعني في مراكش حنا خليناكم لعبنا مباراه واحده برك في مراكش مع بوركينا فاسو، من الياقا خرجنا لكم. تما شكون الخاسر الكبير؟ وهي المغرب، خسرت 1,000,000 اورو من اجل اسقاط الجزائر لكن بدون فائده. وين جابت الجروب تاع الجزائر باش ديروا باش يلعبوا عندهم باش يديروا صوالحهم، يعني ما نجحوش. عبنا لهم حنايا، كانوا رجال كانوا يتفرجوا يشوفوا من بعيد، كي دخلوا رجال كلش تبدل، لقجع ولا قزم. انا نقولها لكم ونعاودها لكم، انا مانيش نقول باللي مغاربه ولا من، انا نهضر على لقجع ولا قزم امام الرجل القوي السيد الحاج محمد راوراوا. هذو كاع مدرسه تاعو، هذو كاع ترباو عنده، هذو كاع رباهم هو. كي تروح تتريني، راك تتريني في الايكيدو ولا تريني، المهم راك تريني لونترينير تاعك نيقاد بكور انديفيديال تاع في الكاراتي ولا في الجيدو ولا اي لونترينر تاعك يعطيك في لي كونساي، يعطيك بصح غادي يخلي نقطه اللي هو يفوز عليك، يخلي دائما نقطه روحو باش هو يفوز عليك. هذه كان في لي زونترينمون. دروك راهي عند يسمحوا لنا بعض الشيوخ ماشي كاع شرفاء، راهي عند الشيوخ، الشيخ ما يكملكش الدرس يقول لك الساعه روح عندي 200,000 300,000، أي 200,000 300,000 يجيبك يبغيك أنت تقرا عنده. على هذيك نقول لكم باللي ودي حنا اليوم وين هذا رئيس الاتحادية تاع بوركينا فاسو. الحلم حاجة شابة، يعني تحلم الشعب أنت فوق في الكار والشعب لاقيك يجري موراك والغبرة والرئيس لاقيك، هذه هذيك ينساها هذاك الحلم، ماهوش مليح لك، غادي يولي لك اكتئاب. أنا تساعدني خاطش على واحد كي يحلم غادي ندير منه غادي ندير غدوة إن شاء الله ما يديرش يولي بديكوتي، هذاك الحلم يخطيك. الحلم هذاك تاع اللي تشوف روحك باللي أنت غادي تروح الكوب دي موند والشعب تاعك تدخل تروح منا تقلع من الجزائر تدخل لبلادك كبطل قومي، هذيك يخطيك، هذيك ما تسقاش خاطش غادي تولي لك اكتئاب، غادي يولي لك مرض.
يولي لك مرض، يركبك مرض، مرض ما تداواش منه. سورتو نتايا 2014 لقيتنا خرجناك، 2018 عطينا كاين شونس كبيره حنا وخرنا قلنا لك عليك، وطحت مع الجروب تاع الجزائر، طحت مع نيجيريا فاني خرجاتك. هذا الخطره عاود وليت عندنا، واش غادي نديروا لك؟ هو نتايا انا ما عندنا ما نديروا لك، حنا ما عندنا ما نديروا لك هنا في هذه اللعبه، ما عندنا ما نديروا لك. خاطش نتوما مام في ترتيب المباريات تاع رايح جاي ورتبتوها لروحكم، خاطش درتو بلي نلعبو كونت جيبوتي نخرجو عندكم تربحونا، نتوما تربحو دو ماتش تربحونا تولي عندكم سي بوا، حنا عندنا تروا بوا. يعني كاين بزاف واحد الامور خدموهم خدموهم. راني نعطيكم انا معلومات هذه، يعني اللي عاطيهم منا ما يغلطش، اللي عاطيني ذو المعلومات ما راش غلط. انا راني عارف كي راني نقول لكم هذه الصوالح، راني خاطش مام في ترتيب وين رقدوا المباريات. قال لك احنا كي نروحوا للجزائر، الجزائر تربحنا وحنا احسن منها، بصح ما مشات لكمش. لقجع خسر مليون اورو، خسر خرج من الخزينه تاع بلاده مليون اورو. انت استفاديت رئيس اتحاديه تاع بوركينا فاسو دا 300,000 اورو باش يدير عراقيل، خاطش علاه الملعب تاع بوركينا فاسو شاكا خاصه فيستير، منصة تاع البيستيار ما كاش مخدو، والمنصة تاع الصحافة هذا مكان. فانيك تاع جيبوتي، فانيك تاع جيبوتي كيما هاك، وتاع الاخرى كيما هاك، تاع النيجر كيما هاك، هذا مكان. ماشي قضية تاع ما شتمش النهار اللي وراو لكم لي بيستيار مبنترين بلازرق جدد وكلش وكلاس، ما قلنا لي هودو هود 30 كام 30 سيمي هود النيجر، يعني هودو كلش واجد لاصك تاك 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 بنتوره كلش مغلفه، يعني كلش تغلف تاع تاع هي سان كان هي لعبوا في النيجيري. هذه هي وكثر خير. فاني كون بالك ما ننساوش انك نشكروا مصر الشقيقه، مصر الشقيقه نشكروهم. علاش نشكروهم؟ خاطر ما استقبلوا اي منتخب عندهم، استقبلوا الجزائر ماشي جيبوتي، تما استقبلوا الجزائر ماشي جيبوتي. وهذوك الناس راهم يطلقوا في الدعايات باللي محرز ممنوع عليه الدخول لمصر، ما بغاش يمد الخمسه، يا ودي بركاونا ما تشكلوا. اي كا مكاش هذه، اي مكاش هذه، مكاش هذو الامور هذو مكاش. نتوما راكم زايدينهم برك، نتوما الناس راكم زايدينهم. هذا مكان على ذيك اليوم نقولوا بلي يا ودي هذا رئيس الاتحاديه ولا المدرب تاع تاع بوركينا فاسو ولا اللاعبين، اي تصريح ما غاديش يفيد معانا، خاطر حنا عندنا لاعبين ماشي تاع الضغط، ماشي تاع الضغط، يعيشوا الضغط، يعيشوا الضغط ويتعاملوا مع الضغط، لاعبين محترفين. حرز عاش عام الناس يبغي امام الجمهور، يبغي لاعبين تاوعنا لاعبين المنتخب الوطني يبغوا يلعبوا امام الجمهور. وهي الفيفا دايره بلافو 18,000 غادي تدخل، غادي كي ندخلوا للملعب غادي تحس ماراكانا، تحس روحك في ماراك في ماراكانا، تقول باللي هذا ملعب تاع ماراكانا. تاكو يطلقوا لنا لي في ميجان يطلقوا، ما توليش صاحبك ما تشوفوش سي كوسكوسكا، سي كوسكوسكا والله ما تولي تبان. انا ندخلك مليح في راسك، خاطر على منتخب وطن حنا غادي نروحو كوب دي مود، حنا قضيه عطيناكم الاكسجين برك، هذا ما كعطيناكم قرعه تاع الاكسجين غادي ميجو جايين عطوها لنا ديك القرعه. حنا قضيه تاع حنا عطيناكم عطيناكم اوكازيون برك، هذا ما كان مي درنا معكم ماتش نيل، وما حنا كنا غادي بريمير ميتو، انا ما غلطتش باللي بريمير ميتو كنا غادي نخرجوكم يعني بربعه، ونقولها لكم ونعاود. اي منتخب بيجي انا مز في هدرتي، اي منتخب بيجي يعني ندخلوه في حصه تدريبيه. ناس برك تشوف بلي انا مز في هدرتي، انا من نهار الاول قلت لكم اي مدرب اي منتخب بيجي ندخلوه في حصه تدريبيه. حنا بوركينا فاسو في 20 دقيقه الاولى كنا غادي ندخلوهم في حصه تدريبيه، كنا رايحين ندخلوهم في حصه تدريبيه. هذا مكان قضيه تاع عطيناهم لوكازيون مي ما ماركيناش دوك لي بيت، دوزيام ايطو عرفوا كيفاش نقلبوا. هذا مكان وحده اخرى غادي كلشي تلعب كلشي يعني مكان والو، كان والو كلش في بلاصتو، كلش راه في بلاصتو، كلش محطوط في بلاصته، كلش راه واجد. وبوركينا فاسو غادي يمرضوا في الماتش تاع النيجر، غادي يمرضوا
غادي يكذبهم اسهال وعقلوا عليها مليح. انا نعرف غادي يكذبهم اسهال كبير اللي تكذبه لا دياري تكذبه عقلوا عليها مليح عقلوا مليح. وما بداوها حنا غادي ندخلوا وعقلوا عليها مليح. شغل نساني نقول لكم عقلوا على هذه الهضره. غادي يكذبهم تكذبهم لا دياري تكذبهم يوروا في لي طواليت يتقيح حاشاكم يتقيح وعقلوا عليها يعقلوا على هضرتنا. شنو نقول لكم؟